انواع التلقيح اللي تلقحوا بها انت ولا منين؟ احنا توا عندنا مده لاباس بها قاعدين نلقحوا بالفايزر، مازالت عندنا كميات معناها باهيه نتاع فايزر قاعدين نلقحوا به، ربما في الايام القليله القادمه الوزاره تعلمنا معناها بوصول شحنات اخرى نتاع تلقيح ولقحوا بانواع اخرى. اما نرجع ونقول راهم التلقيح الكلهم اللي كسوا اللي لقحنا بهم والا اللي باش نلقحوا بهم، راهي عندنا لجنه علميه تدرس التلقيح اللي تدخل لتونس، ولهنا المواطنين ما ينتابهم حتى خوف ولا شك، راهي التلقيح راهي ما تدخل لتونس ومن ناشروا باش نستعملوهم الا عن طريق خبراء ولجنه علميه هما مؤهلين وعندنا فيهم ثقه وعندهم كفاءه أن التلقيح ما يأشر عليه كان وقت اللي يكون تلقيح آمن. بحول الله الحملة لحد الآن حملتنا آمنة، والتلقيح راهو هو السلاح الوحيد لمحاربة هذا الفيروس، وبحول الله بالتلقيح نوليو خير.